إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام ربنا وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع والابتداع والضلالة والإضلال، ونسألك حسن القول وخير العمل وتمام الاتباع. لقاء في الغار، ولازلنا أيها المباركون مع السيرة العطرة والأيام النضرة، وهجيرنا وحالنا كلام ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحالنا كلام ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وحالنا كلام ربنا تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وحالنا كلام ربنا تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما قدمنا في الخطبة السابقة وتكلمنا عن غار حراء وتكلمنا عن مكانه وصفاته وأحكامه، فها نحن الآن نتكلم عن ذلك اللقاء الذي كان زمانه في العشر الأواخر من رمضان. قال ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، أي جبريل، بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقول ربنا تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا هو الزمان، والمكان هو حراء، والمنزل عليه هو أبو القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، كما يمدح ذلك الصحابي الجليل النبي الكريم في تلك الهمزية الرائعة. والذي أنزل عليه أيضا هو ذلك النبي المبارك الذي بلغ 40 سنة، والذي أنزل عليه أيضا هو ذلك النبي المبارك الذي تربى يتيما عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وهو ذلك النبي المبارك الذي رعى الغنم ليسوس الأمم، الذي رعى الغنم ليسوس الأمم كما صح عنه: وما من نبي إلا
وقد رعى الغنم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والذي ينزل عليه هو القرآن كلام ربنا تبارك وتعالى. هذه هي عقيدتنا، القرآن كلام الله غير مخلوق. ولذلك كان عمرو بن عبيد ذلك الزنديق الذي دخل يوما سوق الوراقين الذين يكتبون المصاحف، فقال لذلك الذي يكتب المصاحف: ماذا تكتب؟ قال: أكتب وكلم الله موسى تكليما. كلم فعل ماضي يبني على الفتح، ولفظ الجلالة فاعل، وموسى مفعول به، وتكليما مفعول مطلق. فقال: لماذا لا تكتب وكلم الله موسى تكليما؟ لأنه معتزلي زنديق أراد أن يجعل الله عز وجل وينفي عنه صفة الكلام. ولذلك ينبغي للمسلم أن يلم بعلم النحو وأن يعرف الفاعل من المفعول. يندلك الجبين تجلس مع حامل الدكتوراه ومع مدرس لغة عربية ومع غيره من خريج الجامعات لا يعرف الفرق بين المرفوع والمخفوض والمنصوب والمجزوم. كسرت النحو بعجرفة فجزاك ألف ألفا من الصرم. وكان الناس في الزمن الأول أيها الفضلاء يعرفون، حتى الذين يكتبون المصاحف يعرفون الفاعل والمفعول ويعرفون ماذا يكتبون. فرد عليه ذلك المصاحفي أي الذي يكتب المصحف، قال: يا ابن اللخناء، واللخناء عافانا الله وإياكم هي المرأة عفنة الفرد. قال: يا ابن اللخناء، وما تفعل بقول ربنا تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وهذا على اتفاق البصريين والكوفيين من النحاة أن الضمير الغائب المتصل يبنى على المفعول به والذي يأتي بعده فاعل. قال: فألجمه حجرا وأسكته بعد أن قال عجرا وبجرا، فما كان منه إلا يمم قفاه، ثم انصرف صاغرا وخرج من السوق، خرج من سوق المصاحفيين ومن سوق الوراقين. عقيدتنا ليست كعقيدة الأشاعرة ولا الزنادقة من المعتزلة ولا من الجهمية. الأشاعرة يقولون قولا أشد من قول المعتزلة، يقولون إن القرآن أو إن كلام الله شيء قائم بالنفس، أي هو الذي ما يستطيع الله عز وجل أن يفصح عنهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. الله عز وجل متكلما ولا يزال متكلما متى شاء كيفما شاء على الوجه الذي شاء. لما ابتلي الإمام أحمد رحمه الله في خلق القرآن وجيء به وابتلي على عهد المأمون وعلى عهد المعتصم وعلى عهد المتوكل وعلى عهد المهدي حتى جاء المتوكل ونصر الهادي حتى جاء المتوكل ونصر الله عز وجل به السنة وضرب وجلد وسجن، قال جلاده: لقد ضربت الإمام أحمد بضعة أسواط لو ضربها الجمل لخر. ومن الآيات العجيبة أن الإمام أحمد كان نحيفا نحيلا، ولما ضرب كاد إزاره سرواله أن ينحل منه، فدعا ويداه مقيدتان: اللهم لا تكشف عورتي أمام أحد. قال: فرأينا شيئا عجيبا أن سرواله يربط على خصره. من الذي ربط؟ الله أعلم. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قال الحسن البصري: لقد أيقنت أن من يتقي الله عز وجل يجعل الله له مخرجا ولو انطبقت السماء على الأرض، فإن الله عز وجل يقول: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. قال الإمام أحمد: يا أمير المؤمنين، ائتني بآية من القرآن تدل على أنه ليس كلام الله عز وجل. قال أحمد بن أبي دؤاد:
ذلك القاضي الزنديق الذي تولى كبره، قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، جعلنا بمعنى خلقنا. فقال الإمام أحمد الواثق بموعود ربه عز وجل، قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، أي خلقهم أم أهلكهم؟ هنا جعلهم بمعنى أهلكهم وأبادهم. فالكلمة في القرآن تكون كلمة واحدة وتتعدد بتعدد مواضعها في القرآن. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأننا في زمان الواتس اللئيم، وفي زمان تويتر والفيسبوك إلى غير ذلك من وسائل التناصح اللا اجتماعي، يرسل الكذب فيها عيانا بيانا، ويكون التدليس فيها جهارا نهارا، وليس ثمة أحد إلا وفي يده تلك الجوالات التي تسمى الذكية، وأنا أسميها الجوالات الغبية، حتى تقع في أيديكم أيها الأذكياء إن شاء الله. وكل يوم من صغار الشباب وكبار الكبار والشياب تأتي مثل هذا المقاطع. لم تعد الآن المعرفة مقصورة على أحد، المعرفة عبارة عن جوال في حجم كف اليد، في حجم هذا الكف وفي حجم هذا اليد يكون معك، تجد العالم كله موجود في هذه الجوالات. فلم تعد المعرفة قاصرة على أحد. رضيت أم أبيت؟ إذن ما هو واجب المنبر؟ وواجب طلبة العلم أن يبين للناس، أن يفهم الناس القرآن كلام الله غير مخلوق. جاء عن في الجامع الطبراني عن عائشة قالت: من حفظ السبع الطوال فهو حضر. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراق والأنفال مع التوبة. قال: كان يحفظ هذه السبعة يسمى حبر. فهذا هو القرآن، وهذه عقيدتنا. وكما قلت لكم إن دراستنا للسيرة في خطب الجمعة ليست دراسة القصص، إنما دراسة فقه السيرة مع القصص. نجمع للسيرة فقها مع القصص، ليخرج الناس يتعرفون على نبيهم ويتعرفون على دينهم وعلى عظمة هذا الدين. هيئوك لأمر لو فطنت له فارفع بنفسك أن ترعى مع الأمل. ديننا دين عظيم، آمنت به الجن وآمنت به الإنس، وما من أحد يسمعه متجردا من أي تعصب ما يملك إلا أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وانظروا إلى من أسلموا قديما وحديثا ولا يزالون يسلمون حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أريدك أيها المستمع الكريم، أريدك أيها المشاهد المبارك، أن تثق في دينك وأن تشد يدك به. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما كتابا، دينا قيما، وفي رواية دينا قيما، يعني عظيما قيما. ولذلك شد يدك بهذا الدين وثق بهذا الدين واطلب العلم من أهله. مرت الأيام والإماء أحمد بن أبي دؤاد واستفتح وخاب كل جبار عنيد يقول: اللهم من كان الظالم منا فأمته في جسده، يدعو على الإمام أحمد. مرت الأيام، كيف كان ختام أحمد بن أبي دؤاد؟ استمع أيها المبارك. مرت الأيام فأصابه الله بالفالج، الفالج الشلل النصفي، عافنا الله وإياكم. فكان يدخل عليه ابنه فيقول له أحمد بن أبي دؤاد: يا بني، إن نصف جسدي لو قرض بالمقاريض ما شعرت به، وإن النصف الآخر أصيب بالحمى، سبحان الله. وقال: والنصف الآخر لو سقط عليه ذباب لأحرقني. سمعتم عن أخذ الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ف
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أين أنت من كل هذه الآيات ومن كل هذه العبر والعظات؟ وسمعتم عن فيروس زيكا، عافانا الله وإياكم وحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. هذا الفيروس في دورته الثالثة يضرب أمريكا اللاتينية، وسبحان الله هذا الفيروس عبارة عن بعوضة تصيب النساء الحوامل فيخرج الطفل صغير الرأس. قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم تنتشر فيهم الفاحشة حتى يشيع بها إلا يرميهم الله عز وجل بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. لما انتشر في البرازيل والمكسيك والبيرو وبوليفيا وكولومبيا والباراغواي والأوروغواي وتشيلي والأرجنتين وتلك البلاد انتشر الزنا عيانا والاستفاضة في الطريق نهارا، فابتلاهم الله عز وجل بذلك حتى تعلم عظمة هذا الدين، وتعلم أن من تمسك بهذا الدين وحافظ على الضرورات الخمس التي جاء الدين بحفظها، ومنها أيها الفضلاء المباركون العرض، تعلم أنه دين عظيم. فيا ترى ماذا كان من حوار بين جبرائيل أمين السماء وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام أمين الأرض؟ هذا ما يكون في الجزء الثاني من الخطبة اختصارا. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله على إنعامه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه ورضا بقدره وقضائه، والصلاة والسلام الأتمان أبدا على الهاشمي القرشي أحمد، خير من ركب الخوادي وأبر من دعا في النوادي وفاق ليوث العوادي، وعلى آله وصحبه وزوجه مع محبه والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. في ليلة وترية في العشر الأواخر قد غاب خمرها بإذن ربها، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الثلث الأخير من الليل يتحنث ويتعبد في غار حراء، كما صح عند البخاري في كتاب بدء الوحي من حديث عائشة: إذا بجبرائيل يفجأ. ملك عظيم خلقه الله عز وجل 600 جناح، كل جناح يسد ويسد ما بين الخافقين. تأمل معي، إن ملك الموت لما أرسله الله عز وجل على أو إلى موسى وقال له أجب ربك، لطمه موسى على عينه ففقأها، لأن موسى كان في خلوته في غرفته والليل ساد وسادر، وإذا برجل يدخل عليه ويقول له أجب ربك، فظن أن ثمة لص أو عاد معتد صائد فضربه لطمه، وكان موسى فوكزه موسى فقضى. فرجع ملك الموت إلى ربي قال: ربي أرسلتني لرجل لا يحب الموت، قال ارجع إليه فقل له يا موسى ضع يدك على مثل ثور، يعني على ظهر الثور، فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. توقع لو حط يدك على ظهر الثور كم من شعرة تمسها كفك؟ آلاف، أليس كذلك؟ سنة. قال موسى وتنبه وعرف أن الذي أرسل إليه ملك الموت، قال ثم ماذا؟ قال الموت. قال إذن الآن. فقبض روح موسى عليه السلام. أما نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما نزل عليه جبرائيل لم يضربه ولم يقاومه، وكان جبرائيل يأتي في صور متعددة للنبي عليه الصلاة والسلام، يأتي في صورته التي خلقه الله عليها 600 جناح، كل جناح يسد ما بينه ويسد ما بين الخافقين، وهذه الصورة أتت للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، وأتت له في رحلة المعراج، ثم رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى.
وقيل في رواية فيها ما قال مرة ثالثة لما أرفع عنه وجاء بسورة الضحى، قال رأيت على كرسي على صورة الذي خلقه الله عليها. وكان يأتيه في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، كما في الحديث الطويل جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. وكان الوحي يأتيه في صورة صلصلة الجرس، يعني صوت الجرس الشديد وهي أشد الصور على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتفسد عرقا في الليلة الشاتية. سبحان الله، من شدة الصوت النبي ينزل عليه العرق في عز الشتاء. قال فيقسم عني وقد وعيت ما قال بقدرة الواحد المتعال تبارك وتعالى. وكان يأتي جبريل في صورة يحيى بن خليفة الكلب رضي الله عنه وأرضاه، كما كان في غزوة بني قريظة في طريق لغزوة بني قريظة. هذه الصور التي يخلق الله عليها، ويا والله تبارك وتعالى ويخلق ربك ما يشاء ويختار تبارك وتعالى. فات على هذه الصورة الأولى فضم النبي ضمة شديدة حتى غطني، يعني اشتد علي، وفي رواية حتى غطني يعني جمعني إليه جمعا شديدا، فقال اقرأ. فقال ما أنا بقارئ. بعد أن ضمه وغطى ثم أرسله، فضمه الثانية وغطه وغسه ثم أرسله، قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ثم الثالثة فقال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ألم يأتك سؤال أيها الفاضل لماذا كانت اقرأ ثلاثا؟ ما جاءك السؤال هذا؟ استمع ماذا قال أبو شامة رحمه الله. قال أما الأولى فكانت امتناعا، لأن النبي فوجئ بمن يغطه ويغطه، فكانت الأولى من النبي عليه الصلاة والسلام امتناعا. وكانت الثانية نفيا أني أنا لا أقرأ ولا أكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين. وكانت الثالثة استفهاما، وجاء في رواية عند عبد الرزاق وغيره ماذا أقرأ. لذلك لما كانت الثالثة استفهاما فإذا بالجواب أتى من جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولكن لما كانت الأولى امتناعا استمر جبريل في غسه وضمه، ولما كانت الثانية نفيا أني لا أقرأ فاستمر في غطه وغسه، ولما كانت الثالثة استفهاما أجابه جبريل. من هنا كانت الحكمة لماذا اقرأ 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 ولماذا غطه ثلاث مرات. أكان جبريل يحب أن يتعب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، كلا كلا، بل كان به رحيما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان به شفوقا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان به محبا كنوفا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكنها كانت على مثل هذه المراحل. ثم صعد جبريل إلى السماء، فماذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الحادثة العظيمة وبعد هذا الموقف الذي خلع له فؤاده كما أخبر هو كما في الصحيح؟ هذا ما يكون بإذن ربنا عز وجل في جمعاتنا القادمة من السيرة العطرة والأيام النظرة. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه والسلام، فقال في محكم التنزيل في آية الذكر الحكيم مبتدئا بنفسه مثنيا بالملائكة المسبحة بقدسه مؤيها بكم أيها المؤمنون من خلقه قائلا حكيما عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن الصحابة الأربعة الأخيار الأطهار الأبرار الصديق أبي بكر صاحب الغار والفاروق عمر المغوار وذي النورين عثمان زوج الكوكبتين الأبكار وأبي السبطين علي ابن عم النبي الكرار عليه الصلاة والسلام وعلى تمام العشرة المبشرين بأعالي الفردوس من الجنان لدى الواحد الغفار وعن تمام صحابة النبي الصغار منهم والكبار وعن أمهات المؤمنين الأبرار وعن التابعين ومعنا معهم بإحسان إلى يوم القرار ربنا آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أنزل علينا من بحر جودك البركات وكفر عنا جميع السيئات وفقنا لقول لا إله إلا الله عند الممات اللهم إنا نعوذ بك من كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم إنا نعوذ بك من كل ما خلقت وذرأت وبرأت ومن شر كل طارق إلا يطرق بخير يا رحمن ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار اللهم احفظنا بحفظك وتعنا الأذى والبلاء بركنك اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى خذ بنواصينا من البر والتقوى اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وسدده بسدادك وأرشده برشادك واجمع به كلمة الإسلام وأعز به المسلمين ويسر له البطانة الناصحة النافعة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى ورد كل غائب واهد كل ضال ووفق كل مسؤول يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وتوليت أمرنا وقلت قوموا مغفورا لكم قد بذلت سيئاتكم حسنات اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفق أولادنا وارزقنا برهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم ارحم من مات منهم واجعل مثواه جناتك جنات النعيم اللهم احفظ آباءنا وارزقنا برهم أطل أعمارهم على طاعتك ورضوانك اللهم إن كان منهم حيا فزد في حياتي على خير ومن كان منهم ميتا فاجعل مثواه الجنة وارزقنا برهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تسؤنا في ديننا ولا تسؤنا في أعراضنا ولا تسؤنا في أموالنا ولا في ذرياتنا اللهم لا تجعل لأحد علينا منة في أرزاقنا سواك اللهم انصر دينك وكتابك وأعز أوليائك اللهم انصر المسلمين في بلاد الشام اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا اللهم إنهم جوعى فأطعمهم اللهم إنهم مرضى فطببهم اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم إنهم خوفا فأمنهم اللهم إنهم مشردون فاجمعهم اللهم إنهم مشردون فاجمعهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر جنودنا في الحد الجنوبي يا رب العالمين سدد سهامهم ورميهم وانصرهم وردهم بنصر وغنيمة يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا جبار يا مستقيم ثم الكلام ربنا المحمود له المكارم والعلى والجزء والصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.